تكنيك تاني ان انا اعمل هيلثي. استخدم ال سي فلتر زي كده. ال سي كاسكيد ال سي كومبوننت بالمنظر ده هيعمل لي فلتر. الفلتر ده ميزته ان الامبلمنتيشن لما اجي اشوف سنسيتيفيتي للكومبوننت بتاعته الاقي سنسيتيفيتي للكومبوننت بتاعته اقل بكتير من الفلتر الثاني. هو دوت الاوردر بتاع الفلتر دوت كل ال سي تديني اوردر سكند اوردر. لو بصينا للفلتر ده حد يقدر يقول لي هو لو باس ولا هاي باس فلتر؟ لو باس هنعرف منين ان هو عرفنا منين ان هو لو باس. لو بصينا على الدايركت من الانبوت للاوتبوت دايركت باس من الانبوت للاوتبوت عند الدي سي هنلاقيه شورت سيركت. الانفكتور ده شورت سيركت والانفكتور ده شورت سيركت وهنا في اوبن سيركت للجراوند. مفيش اي برانش واصل للجراوند عند الدي سي. طب عند الهاي فريكونسي ايه اللي هيحصل؟ جات لي منين السكند اوردر؟ موضوع السكند اوردر ده في كل ستيج كل دي سي تايم دوت الامبيدنس بتاع الدوت بتزيد مع الفريكونسي والامبيدنس بتاع الدوت بتقل بسرعه مع الفريكونسي بتقل مع الفريكونسي. يبقى دوت بيحاول يشد النوت دي للجراوند مع كل ما عالي الفريكونسي ودوت بيحاول يعلي الامبيدنس ويوصل النقطه دي لابعد ما تكون النقطة ده يبقى ايزوليت النقطه دي عن النقطه ده. فمن هنا جت السكند اوردر بتاع كل ستيج كل ال سي زي دول بيعمل سكند اوردر. فده فورد اوردر لو باس فلتر. طيب لو عاوز احول لو باس فلتر ده لهاي باس فلتر احوله ازاي؟ اخدها مع كل يعني دوت عرفنا ان ده لو باس فلتر. لو عاوز احوله لهاي باس فلتر هو كل ال سي ورا بعض بيديني سكند اوردر. كل ال سي بير ده بيديني سكند اوردر. طيب يا شباب لو عاوز اعمل هاي باس فلتر خدها معايا. هاي باس فلتر احنا كنا عارفين الترانسفورميشن زمان كنا بنتحول من لو باس فلتر لهاي باس فلتر ازاي؟ الترانسفورميشن القديم مش كنا بنشيل الاس نحط واحده على الاس نحط مكانها واحده على الاس هنشيل الكل نحط كده يبقى هنشيل كل اندكتور نحط مكانه ايه؟ كباستر. وكل كباستر نحط مكانه اندكتور. يبقى كل الفكره ان احنا نحط كباستر اندكتور كباستر يا ده عمل لي اني تايم من الفلتر ده عمل هاي باس فلتر. طيب الكلام ده برضه منطقي لو جالي رسمه زي كده اعرف ازاي ان انا هاي باس فلتر برضه من نفس الفكره اشوف عند الدي سي دايركت باث من الانبوت للاوتبوت شكله عامل ازاي. اول حاجه عند الدي سي الانبوت ده مصدر الاوتبوت شورت سيركت للجراوند والنقطه دي شورت سيركت للجراوند والكباستور ده اومن سيركت ما ايزوليت الانبوت خالص عن الاوتبوت وده ما ايزوليت النقطه دي عند النقطه دي خالص. فكده هو في زيرو عند الزيرو فريكونسي عند الدي سي. طيب في زيرو عند الدي سي. طيب والهاي فريكونسي ايه اللي هيحصل؟ لو جينا نعمل الفريكونسي اكتر هنلاقي ان الاندكتور ده بدا يبقى اومن سيركت والكباستور بدا يشتغل ايه؟ يبقى شورت سيركت. هيبقى في دايركت باث ما بين الانبوت والاوتبوت في الهاي فريكونسي فده كده هاي باس فلتر. طب لو عاوز احوله لباد باس فلتر لو قال لي عندي هيل سي زي كده وحوله لباد باس فلتر هنسترجع كده شويه حاجات خدناها في اول سيكشن خالص في اول السنه حكايه السيريز والبارل ريزونانس. لو انا عندي اندكتور وراه كباستور الامبيدنس السيريز امبيدنس بتاعت الاثنين دول شكلها عامل ازاي؟ شورت سيركت. السيريز امبيدنس لو عايز اجيب السيريز امبيدنس هي اس ال بلس اكس على اس سي اللي هي في الايكويفالنت شكلها عامل ازاي؟ لو خدت واحد على اس كومن فاكتور مثلا هي اس سكوير ال بلس واحد على سي صح؟ اس سكوير ده رقم ريال ولا ايماجينري؟ ريال صح؟ ورقم ريال نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. معنى كده ان الايكويفالنت بتاعك ده الامبيدنس بتاعك ده عند الفريكونسي اللي اسمه واحد على روت ال سي هيكون الامبيدنس دي شورت سيركت. السيريز ريزونانس ده شورت سيركت. لو بصينا يعني النقطه دي عند الفريكونسي عند اوميجا بتساوي واحد على روت ال سي هيبقى الامبيدنس بتاعت النقطه دي شورت سيركت. انا عاوز اعمل باد باس فلتر. لو عاوز اعمل باد باس فلتر يبقى انا عاوز يكون في دايركت باور من الانبوت للاوتبوت عند اني فريكونسي؟
عند الباس باند فريكونسي، انا عاوز اعمل باد باس فلتر، يعني عاوز الانبوت يوصل للاوتبوت اما اكون في الباند باس بتاعي، صح؟ هشيل الستير سكاب دوت واحط مكانه ايه؟ سيريز ريزونانس. احط ال وسي. ال وسي. يبقى انا كده اتاكدت ان هيكون عندي دايركت باث من انبوت للاوتبوت عند انهي فريكونسي؟ عند سي سي مش موجود لان في اثنين كاباسيتورز، عند هاي فريكونسي مش موجود لان في اثنين اندكتورز. عند الريزونانس فريكونسي في شورت سيركت من انبوت للاوتبوت. فكده ضمنت ان انا عندي باند باس ريسبونس في الدايركت باث. طيب في الجراوند اللي هنا انا عاوز ده يكنسل لي بقى يعمل لي الافكت الثاني بتاع الباند باس فلتر اللي هو كات فريكونسي هنا ده يحصل لي ريجكشن غلط معايا. هيحصل كده ازاي؟ لو بصينا على البارل ريزونانس هنا نشوف البارل ريزونانس الادمتنس بتاعها الواي الادمتنس التوتال تساوي ايه؟ تساوي اس سي بلس 1 على اس ال. نفس الفكرة الادمتنس هتساوي 0 اف اوميجا ايكوال 1 على روت ال سي. لو الادمتنس تساوي 0 يبقى الامبيدنس تساوي ايه؟ انفينيتي صح؟ انا كده ان الامبيدنس ديت انا وصلت هنا دي شورت سيركت عاوز دي برضه تكون انفينيتي عشان ما تنزليش النقطة دي للجراوند. هشيل ال واحط ال واحط مكانها ايه؟ باري ريزونس. يبقى ده باند باس فلتر. وضحت الفكرة؟ وضحت يا شباب ازاي تعرفوا نوع الفلتر من شكل الرسمة اللي قدامنا؟ طيب احنا قلنا ان الفلتر التايبس دي من الفلتر اللي هي ال سي فلترز السنسيتيفيتي بتاعتها قليلة جدا للكومبوننت فاريشن على عكس الكاسكيدنج. انا معنى الكاسكيدنج كذا حاجة. طيب في نوعين من الفلترز دلوقتي انا عندي في اسمه سنجل ودبل سايد. انا عندي السورس بتاعي وعندي النوت بتاع الاوت. ده السورس اللي اسمه في انبوت والنوت بتاع الاوت. عاوز اعمل فلتر. خدتوا الكلام ده في الويفز مع الدكتور تامر تقريبا في الترم ده. نهايه السورس لو ليه ريزيستنس واللود لو في ريزيستنس في الانبوت وريزيستنس في الاوتبوت بسميه دبل. دبل الدكتور هو دبل. الدكتور اتكلم في المحاضره ان في نوع اسمه دبل في نوع اسمه سنجل. السنجل ما بيكونش فيه ريزيستنس هنا. اقل سنسيتيفيتي بتوصل لما يكون فيه دبل سايد. في ريزيستنس هنا وفي ريزيستنس هنا. دي اقل سنسيتيفيتي. موجود الكلام ده في المحاضره. طيب انا عاوز اعمل لوس فلتر. لوس فلتر مش ممكن استخدم تو تكنيكس. انا عاوز اعمل ثيرد اوردر لوس فلتر مثلا. يعني هعمل ايه؟ ثلاثة كومبوننت. ثلاثة كومبوننت ممكن اعمل ايه؟ سي ويل. محتاج كام اندكتور؟ اثنين. محتاج اثنين اندكتور، كام كباستور؟ واحد. محتاج عدد كباستورز اكتر من عدد الاندكتورز ولا عدد الاندكتورز اكتر من عدد الكباستورز؟ اندكتورز اكتر صح؟ يبقى دي اسمه الامبلمنتيشن بالطريقه دي اسمه مينيمم كباسيتنس. ممكن استخدم طريقه ثانيه في الامبلمنتيشن برضه ثيرد اوردر. هو ده لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر بس؟ لو باس شباب ده لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ لو باس لو باس فلتر. طيب لو عايز استخدم طريقه ثانيه في الامبلمنتيشن ممكن استخدم كاب يبقى كده انا استخدم كام فاكتور دي ريزيستنس اه استخدم كام فاكتور واحد استخدم فاكتور واحد كام كاباستور تو كاباستور. يبقى التكنيك ده اسمه ايه؟ مينيمم انتكتشرز.
هي كل الفكره في الاخر كامبلمنتيشن وايز انت عاوزه في ويطلع لوجو ده بيتعمل سيريس ستار وبارل ستار فانت عاوزه ايه؟ انت هتسلك تعملي بارل ستار ولا سيريس ستار؟ كل الفكره يعني شورت سيرك ترمينيت ستار في الامبلمنتيشن هنشوف دلوقتي لما نيجي نعمله امبلمنتيشن في الفلترز وكده كشكل وهو كشكل كده مش هتفرق كتير بس كامبلمنتيشن وايز ولا ده طريقه تقدر تعملها يعني هشوف بقى هنشوف لما نيجي نتكلم على الجايز وكده هنشوف الطريقتين دول مختلفين عن بعض بس واضح فكره الحكايه لما الدكتور يقول لك امبلمنت يوزنج مينيمم كاباسيتنس ويوزنج مينيمم اندكتنس. طيب يا شباب دلوقتي خلينا نرجع للفكره اول سيكشن هو يعني ايه اندكتور ويعني ايه كاباسيتنس. حاجه احنا خدناها في اول سيكشن عرفنا ان الامبلمنتيشن ده دي اقل سنسيتي اقدر اجيب اوردر عالي بيه ودي حاجه كويسه ده اللي انا كنت كل اللي انا عاوزه بس الفكره ان الامبلمنتيشن ده بتاكد اندكتور صح؟ احنا عندنا ما بنستخدمش اندكتور خالص احنا عندنا في الانالوج ما فيش حاجه اسمها اندكتور ار اف بس ممكن نستخدم اندكتور احنا الانالوج ما بنستخدمش اندكتور كل اللي احنا بنعمله بنحاول نريبليكيت او نيميوليت الفانكشن بتاعت الاندكتور. انا عارف ان الكباستور لو حطيت كباستور حطيت عليه دي واشوف الاي اللي ماشي فيه ايه علاقه الفولت بالكرنت؟ شايف لو عايز اجيب الفولت اللي على الكباستور بيساوي انتجريشن بتاع الكرنت صح؟ واحد على سي انتجريشن بتاع الاي بالنسبه للتايم صح؟ طب لو عندي كويل وحطيت على الكويل ده فولت وعاوز اشوف الكرنت الكرنت اللي ماشي في الكويل ده بيساوي ايه؟ واحد على ال انتجريشن الفولت بالنسبه للتايم. طيب دلوقتي علاقه الكرنت بالفولتج او الفولتج بالكرنت في الاثنين غالبا واحده صح؟ بس عكس بعض يعني اللي الفولت بيعمله هنا الكرنت بيعمله هنا واللي الكرنت بيعمله هنا الفولت بيعمله هنا. فكل الفكره في الموضوع ده ان العلاقه انتجريشن انا ممكن اعمل انتجريتور صح؟ خدنا حاجه دلوقتي اقدر اعمل انتجريتور بالال تي بالار سي وبام صح؟ وبام ار سي الكارت ده بيساوي ايه؟ ده اكسبريشن في كل نوت. الكارت اللي انا عاوز اعرفه كاكسبريشن في كل نوت ده لازم الفولتجز اللي موجوده. مش هقدر اعمل لها انتجريشن واطلع الاوتبوت ده. يبقى انا كده عملت امبلمنتيشن لكاباستور. لو جبت الفولت ده فولت على الاندكتور كاكسبريشن من شكل النوتس دي بصيت على النوتس دي وطلعت شكل الاكسبريشن بتاع الفولت اللي على الكرنت بس الفولت اللي على الكونكتور ده اكسبريشن ودخلته كانبوت للانتجريتور كونتينوس تايم انتجريتور اللي احنا درسناه هيطلع لي الكرنت ولا لا بس الكرنت ده مش هيطلع لي كرنت هيطلع لي فولتج انا عارف الانتجريتور بيطلع لي فولتج لو خدت الفولتج اللي طالع ده مشيته في الديستانس واحد جوه هيطلع لي الكرنت ولا لا؟ الكرنت اللي ماشي في الريزستنس دي هو الكرنت ده يبقى انا لو بديت اعمل حاجتين دول بديت افسر الفولت اجيب كل فولت على اي اندكتور يعني اعمل كي في ال على الاندكتور واجيب كل كرنت ماشي في الكباستور يعني اعمل كي سي ال على كل كباستور يبقى هعمل امبلمنتيشن لايه؟ هقدر اعمل ايميوليشن كفانكشن اللي بيعملها هو دلوقتي بيعمل ايه دلوقتي الاندكتور انا بحاول اعمل الفانكشن بتاعته اللي هو بينتجريت الفولت والكباستور بحاول اعمل الفانكشن بتاعته ان هو بينتجريت الكارت. الطريقه اللي احنا لسه دلوقتي اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي والدكتور سميناها فليب بروف كل اللي احنا هنعمله هنعمل فانكشنال امبلمنتيشن للفلتر ده فانكشنال امبلمنتيشن للكومبوننتس دي انا هشوف الكويل الفولت اللي على الكويل هجيب قيمته كي بي ال وادخله على الانتجريتور هيطلع لي كارت هيطلع لي فولتج وهحول الفولتج للكارت هيبقى ده الكارت بتاعي. طب لو بصينا على الاكزامبل اللي موجود في المحاضره كله فاهم فكره ان احنا هنعمل دلوقتي امبلمنتيشن فانكشنال يعني لو بس نخلي الاندكتور حولته الانتجريتور للفولتج اللي عليه والكباستور حولته الانتجريتور للكرنت اللي ماشي فيه يبقى هقدر اشيل دلوقتي لو قدرت اجيب الفولت اللي على الكرنت اللي على الاندكتور ده بكام وشلت وحطيت مكانه الدايره اللي هتمشي الكرنت بتاعه يبقى انا كده عملت الاندكتور
كده خلينا نشوف الثلاث المحاضره نمشي وراها واحده واحده كده. طيب كل اللي احنا عاوزين نعمله دلوقتي ان انا عارف فين، انا
اسمها فيديو. عاوز احاول اعمل الفانكشن الامبلمنتيشن بقى دي. عارف ان ده اسمه البي ان بوت، وعارف ان هنا ده اسمه البي اوت. كل اللي انا بعمله بعمل كي سي ال عند الكباستور اشوف الكارنت اللي ماشي في الكباستور بكام، وكي دي ال عند الاندكتور الفولت اللي على الكباستور بكام. كي دي ال عند الاندكتور اعمل له انتجريشن، وكي سي ال عند الكباستور اعمل له انتجريشن. خلينا نبص الفكره هنا، في كام نود هنا مش ديفايند دلوقتي ملهاش قيمه. في كام نود موجوده؟ هي نود واحده بس اللي ملهاش اسم، ممكن اسميها دي واحد. فيها مشكله نسميها دي واحد؟ انا هسميها دي واحد، اي رقم. طيب طالما عندي اندكتور لازم اعمل ليبل للاندكتور، انا عارف ان الكارنت اللي ماشي في الاندكتور ده حاجه انا مطلعها عندي، حاجه انا عاوز اعرفها في الرسم صح؟ فلازم يكون عندي ليبل لكل الاندكتور لكل الكارنت اللي ماشي في الاندكتور. الفولت اللي على الاندكتور دلوقتي على كل الاندكتور اللي موجوده عندي عملت لها ليبل، اي نود عندي في الدايره حاطط عليها اسم صح؟ بس عندي مشكله ثانيه، انا عاوز اطلع الكارنت اللي ماشي في الاندكتور، يبقى لازم كل الاندكتور عندي امشي فيه كارنت ولا لا؟ اليبل فيه كارنت، يعني اسمي فيه كارنت باسم. طيب انا هسمي الكارنت اللي ماشي هنا كده اي واحد مثلا ايا كان الاسم يعني. في مشكله في كده؟ دي اول حاجه بنعملها عشان نبتدي المساله، اول حاجه بنعملها عشان نبتدي المساله ان احنا الليبل كل النودز اللي عندنا ما نسيبش اي نود ما عليهاش اي ليبل، وبعدين الاندكتور اللي ماشي نمشي فيه كارنت ونسمي الكارنت بتاعه والقيمه اللي احنا عندنا. هنمشي من اليمين للشمال امبلمنتيشن لكل واحد لوحده، كل كومبوننت لوحدها بشويه ايكويشنز، ونشوف الايكويشن دي هتتحول لانتجريتور ازاي. لو جيت اعمل كي بي ال عند الكباستور، الكارنت اللي ماشي في الكباستور هو عباره عن ايه؟ الكارنت اللي ماشي في الكباستور ده هو اس سي واحد بي واحد، ده الكارنت اللي ماشي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي مجموع التو كارنتس دول. الكارنت اللي ماشي من هنا الاول بي انبوت ناقص بي واحد على ار اس، والكارنت ده خارج صح؟ يبقى هطرح منه اي واحد. طيب احنا كل اللي احنا عارفينه ان هو عايزين نحوله للانتجريتور صح؟ انا اقدر اعمله امبلمنتيشن بالانتجريتور. عاوز احوله للانتجريتور مش الاس سي هنا، انا عاوز اطلع البولت اللي على الكباستور. خلينا فاكرين ان احنا اللي احنا كل اللي بنعمله في الكباستور ان احنا بنطلع البولت اللي عليه صح؟ عشان يميليت الكباستور. يبقى لو قسمت على الرقم ده هيتحول للانتجريتور، يعني بي 1 هتساوي 1 على اس سي 1 مضروبه في بي انبوت على ار اس ناقص بي 1 على ار اس ناقص اي 1 صح؟ يبقى في اي مشكله دلوقتي في الايكويشن دي؟ ده كده ده انتجريتور. خلينا نرسم دي اول ايكويشن طلعناها واول انتجريتور احنا طلعناه. طيب خلينا نستغل السبورة من هناك بقى نرسم على احنا عارفين الانتجريتور شكله عامل ازاي صح؟ الانتجريتور بيقول لي ايه؟ كل اللي انا عاوز اطلعه الاوتبوت بتاع الانتجريتور ده اللي هو ايه؟ بي 1 صح؟ اللي هنا ده بي 1 الاوتبوت بتاع الانتجريتور ماينس بلس والانتجريتور بتاع الكونستنت بتاعي كام هنا؟ سي 1 صح؟ داخل عليه كام حاجه؟ اول ترم فيه داخل عليه بدون نيجاتيف واحد على ار اس صح؟ اقدر اعمل نيجاتيف ريزيستنس، هو ده بيطلع لي نيجاتيف انتجريتور، اقدر اعمل نيجاتيف ريزيستنس؟ ما اقدرش اعمل نيجاتيف ريزيستنس صح؟ يا اما داخل عليه نيجاتيف دي انبوت، يا اما خلي ده كله اضرب في اشاره نيجاتيف صح؟ ايا كان اللي هتعملوه، ايا كان اللي هتعملوه يعني تحطه انفرتر انت وما تعملوش انفرتر انت، بس خلي دايما البي ام بوزيتيف عشان يتظبط معاك عدد المسائل. فكل اللي انا هعمله هضرب نيجاتيف هنا ونيجاتيف هنا، هضرب نيجاتيف بره ونيجاتيف جوه، فده هيطلع لي نيجاتيف في اوت. نيجاتيف في اوت يبقى انا لو حطيت ريزيستنس هنا اسمها ار اس ودخلت هنا البي ام بتاعي يبقى انا كده عملت اول ترم صح؟ طيب ده اول ترم، ثاني ترم بيقول لي ايه؟
يقول لي دخل نيجاتيف في اوتبوت على ار اس. انا عندي نيجاتيف في اوتبوت هنا، نيجاتيف في واحد، يعني عندي نيجاتيف في واحد، عندي نيجاتيف في واحد صح؟ هدخلها في ار اس على الانبوت بتاع الانتجريشن، يبقى هدخلها في ار اس على الانبوت بتاع الانتجريشن، يعني هعمل ايه؟ اي مشكله لحد اللي احنا وصلنا له ده؟ طيب وبيقول لي في حاجه ثانيه، دخل حاجه اسمها نيجاتيف اي واحد على الانتجريشن. انا عندي ده اي واحد؟ مش عندي، انا لسه هعمله، لسه هعمله، بس ممكن اعمل ايه؟ انا عارف ان اي واحد ده هو لازم يكون فولتج صح؟ انا الوباب بيطلع دايما اوت فولتج منه مش كارنت، فلازم يكون فولتج. انا الليبل هنا على انه كارنت، بس هو في الاخر ايه؟ فولتج، لانه اوت بتاع الانتجريشن. فطبعا فولتج انا هاخد من النوت ديت، هعتبر ان هو فولت، ده فولت، يبقى الريزستنس بتاعته قيمتها كام؟ قيمتها واحد. طب لو اعتبرت ان ده فولت والريزستنس بتاعته قيمتها واحد، يبقى هحط هنا ريزستنس قيمتها 1 على بتاع شكله عامل ازاي؟ نيجاتيف اي واحد. في اي مشكله في اول ستيج اللي احنا عملناها دي؟ احنا عملنا امبلمنتيشن لاول كي سي ال ايكويشن عملناه. اي مشكله؟ هي كل الفكره ان انا محتاج نيجاتيف فيها، يعني الانتجريتور ده هو نيجاتيف انفرتنج انتجريتور صح؟ طب انفرتنج انتجريتور اول ما لو مفيش النيجاتيف ده يبقى واخد على اس سي ده الجيم بتاع الانتجريتور في انبوت على ار، يبقى الانبوت بتاعي عشان انفرتنج انتجريتور خليها دايما بشكل عشان على الفورم بتاع الانفرتنج انتجريتور الجيم بتاعه يكون نيجاتيف. لو خليت الجيم بتاعه يكون نيجاتيف هتلاقي نيجاتيف في انبوت، يبقى هحط انفرتنج امبليفاير هنا، لان مش عندك نيجاتيف في انبوت، هحط انفرتنج امبليفاير هنا. انا مش عايز احط انفرتنج امبليفاير هنا، هو بعد كده هتلاقي انفرتنج امبليفاير محتاجاه في النص، انما لو بدات بالنيجاتيف كده يبقى هتلاقي جاوبت كل المعادله في النيجاتيف، هتلاقي اثنين انفرتنج امبليفاير. الكباستور يعمل زي ما هو كده، مخطوط زي ما هو كده في الـ
الستيجن هنا وشفت سيت الكاباستور محطوط زي ما هو في الستيجن هنا، هتقدر تجيب حاجه تميجر الكارنت اللي ماشي فيه؟ هتقدر تستخدم كده تحط بروب مثلا تقيس الكارنت اللي ماشي فيه؟ مش هتقدر تعمل حاجه فيه صح؟ اللي هو بيعمل الانتجريشن بس ما انتش قادر تطلع الاوت منه، مش قادر تعرف الكارنت بتاعه كام ولا قادر توصل الدايره بتاعتك كام، فهي على بعضها كده. هتشوف في الـ الفينس ترانسفورميشن او الجيريتورز وكده هغير بس الـ بس الامبلمنتيشن بتاعها ده بيعتمد على ان انا بشوف كي تي ال وكي بي ال في الفانكشن. ايه ازاي؟ يعني جيب لي ال ار ال اوف ام ار سي اوف ام سيركت هتقيس لك الكارنت اللي ماشي في الكباستور. ما تجيب لي امبلمنتيشن لدايره في الار اف اللي احنا خدناها هتقيس لي الكارنت اللي ماشي في الكباستور وتطلعه لي في الدايره. علشان التكنيك ده، عشان التكنيك اللي احنا بنستخدمه ده كل اللي بيعمله ان هو بيعمل فانكشنال امبلمنتيشن للمنظر ده. فانكشنال ايه؟ انه بيعتبر ان الكباستور الفانكشن بتاعته انتجريتد والاندكتور الفانكشن بتاعته انتجريتد، بينسى بقى ان في كباستور واندكتور وبيعمل فانكشن بس، النقطه دي اللي بيحصل الفولت بتاعها والنقطه دي اللي بيحصل الكارنت بتاعها. هو ده اللي بيعمله الامبلمنتيشن ده. anyway هتاخدوا بالكم بعد كده احنا هنعمل ايه لما نشيل لما عاوزنا امبلمنت الفاكتور بس الايكويشن دي واضحه؟ لو عاوز اعمل انتجريتور ايا كان يعني تحط نيجاتيف ونيجاتيف، انا بس عشان اخلي الجيم بتاعي نيجاتيف هنشوف هنحط النيجاتيف فين وهنظبط النيجاتيف ولا مش النيجاتيف، بس اهم حاجه انا عارف الانتجريتور الجيم بتاعه نيجاتيف. طيب ده اول حاجه بيقول لي ايه؟ بيقول لي في واحد خد في واحد وصلها للاوت. طيب دلوقتي انا عاوز اطلع نيجاتيف دي نيجاتيف اي واحد دي، يبقى هاخد في واحد. انا عندي في واحد ولا نيجاتيف في واحد؟ عندي نيجاتيف في واحد صح؟ واحد يقول لي ممكن نضرب النيجاتيف بالنيجاتيف صح؟ يعني ممكن اخلي دي بوزيتيف وادخل هنا نيجاتيف، بما ان انا عندي ما عشان اسهل انا عاوز اسهل الموضوع اخلي دي بوزيتيف، يبقى كده حصلت مشكله. انا هيطلع عندي اي واحد عشان عندي نيجاتيف بي واحد وعندي بي اوت صح. انا عندي الاثنين دول دلوقتي موجودين على طول، الاثنين دول موجودين هيضربوا في ايه كده؟ احتاج انا عايز هنا نكتب اي واحد. طيب يا شباب يبقى انا عندي اوب امب تاني عندي اوب امب تاني قيمة الكباستور بتاع الانتجريشن ده قيمته كام؟ ال اللي انا جبتها اللي هي كانت 2 صح؟ طيب واضح دلوقتي يا شباب الطريقه السيستماتيك خالص، كل اللي احنا بنعمله كي سي ال وكي بي ال على كل كومبوننت، على الاندكتور كي بي ال وعلى الكباستور كي سي ال، ايا كان بقى عدد الستيجز اللي موجوده كام انا همشيها سيستماتيك كده ارسم تحت بعض ونشوف الرسم هنوصلهم ازاي. دلوقتي انا عاوز اوصل نيجاتيف في واحد بس الريزستنس كام؟ واحد صح؟ وفي اوت الريزستنس كام؟ واحد. يبقى كل اللي احنا عاملينه دي نيجاتيف في واحد هوصل ريزيستنس قيمتها واحد هنا. يبقى كده عملت اول تيرم ولا ما عملتش اول تيرم؟ واللي طلع لي هنا بكام؟ اي واحد صح؟ طيب وعاوز اوصل ايه؟ في اوت بريزيستنس شكلها عامل ازاي؟ واحد اوم برضه صح؟ هو الفي اوت عندي؟ لسه مش عندي. الستيج اللي بعد كده هي اللي هتجيب لي الفي اوت. طيب انا طالما وصلت للليفل اللي انا عندي اي واحد يبقى لازم اعوض هنا اطلع النيجاتيف اي واحد. هطلع النيجاتيف اي واحد بايه؟ لازم انفرتنج اعمل فاي صح؟ هو ده بولت حطيته على ريزيستنس ده خلي كارت خلي من الفان ده بولت الريزيستنس ايه؟ شباب كل الليبلز اللي انت حاطينها دي فولت بس يعني نسميها بي بين قوسين اي واحد ليبل اي واحد. يبقى هوصل ديت
The inverting configuration. طيب نعرف ان هنا في مشكلة هتغير الحاجة. اهم حاجة جاي يطلع النيجاتيف واحد وخلاص. واوصل هنا من هنا. يبقى كده انا محتاج حاجة من الستيج اللي فوق للستيج اللي فوق كاملة دلوقتي صح؟ والستيج اللي تحت دي محتاجة ايه؟ في اوت. طب هعمل ايه في اوت؟ عندي كام؟ كام لون دلوقتي لسه موجود عندي؟ كي سي عند البي اوت. عندي كي بي ال؟ كي سي ال عند الكبس. في تاني ثاني ايكويشن عندي كي بي ال كي سي ال عند الكبس ده كي سي ال عند الكبس بتقول لي ايه؟ بتقول لي بي اوت مضروبه في اس تي 2 زي ما كان عند ماشي الكبس ده يساوي ايه؟ كارنت اللي ماشي هنا يساوي نيجاتيف بي اوت على ار ال بلس ايه؟ طيب يا شباب ممكن اسمبليفاي المعادله دي اخليها انتجريتور اقدر اخلي فيه اوتبوت يساوي 1 على اس تي 2 طيب انا الانتجريتور عندي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف صح؟ انا محتاج الرسمه اللي قبل كده دي اوتبوت ولا مش محتاج؟ ولا محتاج نيجاتيف دي اوتبوت؟ لا انا محتاج حتى لو محتاج نيجاتيف دي اوتبوت انا محتاج دي اوتبوت برضه بس هنا انا محتاج دي اوتبوت بس صح؟ البي اوت بس. يبقى النيجاتيف بي اوت دي انا مش عاوزها. طب انا عندي بلس ماينس اي واحد. عندي البوست بتاع اي واحد قبل الانفرتر وعندي النيجاتيف بتاع اي واحد بعد الانفرتر. فممكن اخد النيجاتيف دي كومن فاكتور بره. يبقى ده الانتجريتور بتاعي. يبقى هعمل انتجريتور كمان. الاوت بتاع الانتجريتور ده اسمه ايه؟ بي اوت صح؟ الكباستور ده قيمته كام؟ سي 2 اول حاجة عاوز ادخل هنا اي واحد بالنيجاتيف ولا بالبوستيف؟ بالنيجاتيف عاوز ادخل نيجاتيف اي واحد فين نيجاتيف اي واحد؟ ده اي واحد فين نيجاتيف اي واحد؟ بعد النيجاتيف يبقى ادخله بالريزيستنس قيمة الريزيستنس كام؟ واحد طيب البي اوت عاوز ادخل بي اوت بالنيجاتيف ولا بالبوستيف؟ بالبوستيف عاوز اخد دي اوت بوستيف على ار ال هترجعه بايه؟ كده كل حاجه في الرسمه طلعت؟ في اي نقطه في الرسمه لسه لحد دلوقتي ما وصلتش في حاجه؟ انا كده عملت امبلمنتيشن للفلتر بتاعي الفلتر كل الريسبونس بتاعي عملت له امبلمنتيشن طيب في شويه حاجات كومنتات كده ممكن نعلق عليها هنا الكومنتات ايه هي شكل الرسمه دلوقتي بس احنا رسمنا الرسمه دي وحطيناها تحت بعض ايه اللي ممكن نعمله ممكن ناخد الخطين دول بس عشان يطلع شكل الرسمه في الاخر تعرفوا تطلعوا شكلها حلو يعني انتوا عن نفسكم تقدروا تقولوا ممكن ناخد الريزيستنس الواحد اوم وناخد اوم دي ونحطها هنا برضه هنا الريزستنس الواحد قوم نحطها هنا والريزستنس الواحد قوم نخليها واقفه وظبط الدنيا يعني تطلع شكلها كويس. هو ايه اللي بيحصل بعد ما بنشر؟ ايه؟ اللي بيحصل بعد ما اجيب السيركت الكلكعي؟ ايه اللي بيحصل في المرحله بعد ما اجيب السيركت الكلكعي؟ ما هو لسه هكمل دلوقتي بس المهم بس يا شباب بعد ما اجيب السيركت اللي مكلكعه خالص ديت تحاولوا تطلعوا شكلها زي بتاعت المحاضره، في المحاضره بيعمل ايه؟ كل الريزستنس بيخليها واقفه وكل الكباستور بيخليها نايمه. بس عشان تقدروا تبصوا تكملوا بقيه المساله، دلوقتي كل الارقام اللي على المساله دي في رقم لسه انا مش عارفه؟ كل الارقام انا عارفها صح؟ بارازيتك سنسيتيف ولا ان سنسيتيف؟ هعرف منين؟ كلهم اي اوت اي اوت بتاعه بام يبقى ان سنسيتيف والانبوت ترمينال ببص عليها سوينج ولا مش عليها سوينج؟ كل الانبوت كل النودز عندنا يا اما معلش سوينج خالص فيرتشوال جراوند ده يا اما اوت بتاعه بام فده بارازيتك ان سنسيتيف يعني بارازيتك ان سنسيتيف حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ حاجه كويسه الكومبوننت سنسيتيفيتي حد يقدر يدور على ترانس فانكشن بتاعتها كده؟ لا هم قايلين انها حلوه فالناس قالوا لنا انها حلوه قالوا لنا السنسيتيفيتي بتاعتها كويسه والدكتور جاي من اخر المحاضره انه غير كباستور 50%
وايه اللي هيحصل؟ مش هيحصل اي حاجه. فدي حاجه كويسه. الارقام كلها دلوقتي طلعنا احنا من عباسنا عندنا قيم ال وعندنا قيم السي. بس دلوقتي دي نورمالايزد عند انهي فريكونسي؟ واحد. الرسمه دي نورمالايزد عند ايه؟ واحد. عند فريكونسي 1 راديان بير سكند صح؟ انا عاوز احولها اول حاجه ما يبقاش عندي ريزيستنس 1 اوم. هيبقى عندي ريزيستنس 1 اوم اللي موجوده ديت في كل حته عاوز اخليها رقم كبير. ما يبقاش عندي كباستور بالفرق. كباستور بالفرق مش امبلمنتبل خالص. كباستور بالبيكو امبلمنتبل. ريزيستنس بالاوم مش امبلمنتبل خالص. ريزيستنس بالكيلو حاجه امبلمنتبل. فكل اللي انا هعمله ايه؟ هعمل اول حاجه امبيدنس سكيلينج. امبيدنس سكيلينج يعني هعمل ايه؟ حضر كل الاثنين نفس السكيل. يعني انا عندي الار وعندي السي، حضر كلهم في سكيل. ده هيغير لي الكات فريكونسي. انا هحضر الزد سي سكيل اسميه ايه؟ والزد ار سكيل اسميه ايه؟ يبقى كاني ضربت ريزيستنس في ايه؟ وكاني نزلت كاباستور على ايه؟ يبقى عندي كل الحاجه دي حضر كل ار هضربها في ايه؟ السكيل بتاعي، السكيل فاكتور بتاعي سواء 10 كيلو مثلا، وكل سي هقسمها على ايه؟ بين ضربت الزد سي في ايه؟ وزد سي بتساوي 1 على اس سي، يبقى كاني قسمت السي على الايه؟ طيب غيرت كده الكات اوف فريكونسي بتاعي؟ لا ما غيرتش الكات اوف فريكونسي بتاعي، الكات اوف فريكونسي بتاعي بيعتمد على ايه؟ ال سي على حاصل ضرب الار في السي صح؟ يبقى انا ممكن اعمل ايه؟ يعني هي فانكشن بعد الار سي. يعني ممكن اغير في الار او اغير في السي. بس ايه الحاجه الكومن ما بين كل حاجه؟ ال والسي. السي كومن ما بين كل حاجه صح؟ يبقى ممكن اعمل سكيلنج للسي. السي دي كانت نورماليز على فريكونسي 1 راديان بير سكند. يبقى لو انا عاوز 40 ميجا راديان بير سكند. هقسمها على 40. يبقى هعمل ايه؟ السي هقسمها على 40 ميجا راديان بير سكند. وصلت الفكرة؟ يبقى أنا بطلع المسألة الدكتور بيقول طلع لي الكات فريكونسي بكذا واعمل لي الريزيستنس في الأوردر أوف ماجنتيود بتاع كيلو مثلا. يعني الأر بتاعتك تكون في الرينج بتاع 10 كيلو. يبقى أول حاجة هعمل امبيدنس سكيلينج. امبيدنس سكيلينج هغير الأر وغير السي أخلي الأر في الرينج اللي الدكتور طالبه مني 10 كيلو مثلا. وبعدين بعد كده أغير الكات فريكونسي بتاعي من 1 راديان بير سكند للريكواير كات فريكونسي الجديد. في اي مشكله في الامبلمنتيشن بالطريقه دي؟ الامبلمنتيشن بالطريقه دي اسمها ليب فروج. تاني هنعيد تاني الفكره بتاعت الكونسبت نحل ازاي بسرعه. كل اللي بنحله بالطريقه دي هقول اكزامبل دلوقتي فيفث اوردر رقم كبير شويه فيفث اوردر فلتر ونحاول نحل كده بسرعه. مش هنحل التفصيل ده بس هنحاول نقول خطوات الحل شكلها عامل ازاي عشان يكنس في الوقت. طب عشان ابتدي حل المساله هو هنا سنجل
مش مفيش هنا مش هحط هبوظ لك حاجه في الامبلمنتيشن. كل اللي انا بعمله انا بعمل كي سي ال كي بي ال ما بتغيرش حاجه. كي بي ال وكي بي ال الاوردر بتاع الفلتر ده كام؟ ديفت اوردر. كل ال وسي مع بعض ده كان اوردر والسي الاخيره ده ديفت اوردر. يبقى ده ديفت اوردر. لو جيت اعمل له امبلمنتيشن اول خطوه بعملها اليبل كل النودز. في عندي كام نود معلهاش ليبل هنا؟ واحده. اثنين ولا واحده؟ لا واحده. هي واحدة لأن هنا في في ام صح؟ لو في عليها في ام يا النقطة دي هي أصلا مش عليها ليه؟ يحسن لي في واحد. طيب في عندي كام اندكتور هنا؟ اثنين. يحسن لي كام كارت؟ تو كارت صح؟ يحسن لي لو اي واحد يحسن لي لو اثنين. طيب هي كل الفكرة عشان يكون في المهمه كده احنا عرفنا ان عندي كل ايكويشن كي سي ال بيجي لي ايكويفالنت ليها كام انتجريتور؟ انتجريتور واحد. وكل ايكويشن كي بي ال بيجي لي ليها ايكويفالنت كام انتجريتور؟ واحد انتجريتور. بس واضح ان كام في الكي بي ال بيجي لي نيجاتيف محتاج انفرت. والكي سي ال ما بحتاجش انفرت. ممكن احط هنا انفرت هنا ومش انفرت هنا بس عشان انا عارف هنا ان الاندكتورز هما اثنين اندكتورز بس فهخليها في الكي بي ال احط الانفرتر. يبقى انا محتاج كام انتجريتور في الرسمه دي؟ خمسه انتجريتور وكام انفرتر؟ اثنين انفرتر. يبقى التوتال اوفر اول كابس كام؟ سبعه. سبعه وكام؟ طيب عشان احل المساله دي هبتدي بايه؟ من يمين للشمال. من يمين للشمال امسك الكباستور يعني الكباستور من الشمال لليمين. من الشمال لليمين الكي سي ال عند الكباستور دوت هو بي انبوت على الاس سي. اس سي بي انبوت بيساوي ايه؟ بي ان بي ان ماينس بي 1 على الكارنت اللي ماشي في الكباستور ده. في كارنت جاي من الانبوت هنا في الريزستنس اسمها 1 اوم. في كارنت ماشي هنا صح؟ يبقى دي اول ايكويشن. ما ننساش يا شباب ان في كارنت عدد الانفرترز. بصي هو اللي بيطلع في الشكل في المجمل يعني لما يكون عندك كيس لكل كي سي ال هتعملي انفرتر ولكل كي بي ال مفيش انفرتر او لكل كي بي ال في انفرتر وكل ما وكل كي سي ال مفيش انفرتر. يعني لكل كباستور لو عندك كباستور اكتر ما تحطيش انفرترز في الكباستور وخدي انفرترز في اثنين انفرترز في اتجاه الكونفرتر. هي دي كل الفكره. بنمشي كده نحط كي سي ال وكي بي ال في الايكويشن بتاعتنا لحد ما تطلع شكل الاوتبوت النهائي. وكل ايكويشن اعملها امبلمنتيشن في الانتجريتور. في اي مشكله كده؟ طيب في طريق في حاجه ثانيه الدكتور اتكلم عليها في المحاضره وما اتكلمش الدكتور اتكلم عن الفلوتنج كاباستور. اتكلم عن حاجه اسمها الفلوتنج كاباستور وقال مشكلته ايه؟ خلينا نبص على فكره الفلوتنج كاباستور ده. هو دي نفس المسألة بتاعت المرة اللي فاتت ما عدا حاجة واحدة بس. إيه الحاجة الواحدة بس الزيادة؟ الكباستور. الكباستور اللي طلع ده. الكباستور الشنط مع الفاكتور ده. طيب ده لو باس فلتر ولا هاي باس فلتر؟ هما دول هيعملوا ريزونانس؟ هما دول هيعملوا ريزونانس. هيعملوا ريزونانس معناها ده زيرو ولا بول؟ الريزونانس في السيجنال باث اعملي انفينيتي هنا فاعملي نوتش. اعملي نوتش عند الفريكونسي معين. فالنوتش ده يعني عارفين ان النوتش ده بيكسر في الانفرس سيفن شيب او الاليبتيك. فواضح ان الريسبونس بتاعه هو لوس فلتر بس شكله هيكون عامل ازاي؟ حاجه شبه كده صح؟ في نوتش هنا النوتش دي عند انهي فريكونسي؟ الريزونانس بتاعت ال دي واحده اوت ال سي مظبوط كده؟ طيب يعني ده امبلمنتيشن للفلتر بس انا عاوز امبلمنتو ار سي وام. امبلمنتو ار سي وام ازاي؟ برضه المساله دي مساله في الشيت. امبلمنتو ازاي؟
البي انبوت عندي هليبل كل حاجه، هليبل كل الفاليوز اللي عندي، وفي الاندكترز احط كارنت ماليش اي علاقه بحاجه ثانيه. هليبل كل الفاليوز اللي عندي، عندي كام نود دلوقتي مش ستيبل؟ مفيش. احنا في ريزيستنس هنا، يعني في عندي ليبل نود واحده مش ليبل، نود واحده عليها ايه؟ بي 1. طيب في عندي كام اندكتر؟ واحد. اندكتر واحد، يبقى هعمل كام؟ هليبل كام كارنت؟ واحد. كارنت واحد سميه اي واحد. طيب هعمل امبلمنتيشن بالشكل ده ازاي؟ قلنا كل اللي هعمله كي بي ال وكي سي ال. كي بي ال وكي سي ال هبص ده، هو ده هيجي لي في الايكويشنز كي بي ال وكي سي ال، بس انا بعمل كي بي ال وكي سي ال عند كل نود بتاع الكباستور او عند كل نود بتاع الكونداكتور، وهنشوف شكل عام هيطلع لي شكله عامل ازاي. لو جيت اعمل كي سي ال، خلينا نكبر هنا عشان كبير مش هيبقى كبير. بس عايزين نشوف الكباستور ده هيطلع لي قد ايه في الاول، هيطلع لي كام كباستور في الاول. خلينا نبص كده، لو جينا نعمل الكي سي ال عند اول نوت اللي هي نوت عند بي 1 دي، يبقى اس سي 1 بي 1 بيساوي ده الكارنت اللي ماشي هنا بيساوي ايه؟ بيساوي بي انبوت ناقص بي 1 على ار اس. ايه الزياده موجود عندي؟ اي 2 خارج صح؟ يبقى ناقص اي 2. في ايه بوم تاني؟ في بي اوتبوت ناقص بي انبوت مضروب في اس سي صح؟ خلينا نحطه بره القوس ونجمع اس سي في بي 1 بي اوتبوت ناقص بي 1. واضحة كده يا شباب؟ يا كل اللي انا احتاجته هنا ايه؟ الايكويشن الاولاني دي، كل اللي ده عندي ايه؟ ده الانتجريتور بتاعي اللي انا كنت عارفه صح؟ شباب ده الانتجريتور بتاعي اللي انا كنت عارفه، يعني لو قسمت على اس سي هيجيب لي الانتجريتور اللي انا كنت عارفه، بس الترم ده هل ده انتجريتور ولا سمر عادي؟ سمر عادي. يبقى بعد الانتجريتور ده هحتاج اعمل السمر ده، يعني الريزلت بتاع الانتجريتور ده الاول بتاع الانتجريتور هحتاج اصمم عليه الفاليو دي. طبعا عادي ليه؟ لان لو جينا نقسم على الاس سي هنلاقي الاس سي طار وبقى سي على سي، فبقى سمر عادي صح؟ سمر عادي ممكن اعملها بطريقتين. طريقتين ازاي؟ ممكن اعملها بثوب امبس، يعني ازود على ثوب امبس، والثوب امبس زياده احطه عنده ريزيستيف سمر، يعني بعد الانتجريتور ده احط سامر بعديه سامنج امبليفاير، او ممكن بطريقه ثانيه مش ده سي على سي، هو انا الانتجريتور بتاعي ده شباب يعني مركز في الموضوع ده، لان الدكتور اتكلم عليه في المحاضره وموجود في الشيت. طيب الاكسبريشن ثاني شباب، كل اللي انا عملت كي سي ال عند الكباستور الاولاني، بعمل كي سي ال عند كل شنط كباستور وكي بي ال عند كل سيريز اندكتور. فعملت كي سي ال عند الكباستور الاولاني يبقى بي 1 مضروب في اس سي 1، ده الكارنت اللي داخل هنا اول حاجه بيساوي ايه؟ بيساوي الكارنت اللي ماشي هنا في ريزيستنس دي ناقص الكارنت عشان ده خارج زائد الكارنت اللي داخل من الكباستور ده. فالطيب في الاخر الاكسبريشن عباره عن واحد على اس سي مضروب في الترم ده زائد اكسبريشن ما فيهوش اس، ما فيهوش اس. ده لو احنا بنفكر اقل تفكير خالص، ابطأ تفكير خالص، انا عارف ان ده انتجريتور صح؟ مجموع بعد الانتجريشن هستخدم هجمعه على الترم ده. يبقى طريقه تفكير بسيطه خالص، انا ممكن اخد ده اخليه الاوت بتاع الانتجريتور الاولاني اجمعه في سامنج امبليفاير تاني وبعمل تاني بعديه اجمع عليه الرقم ده. او ممكن الطريقه اللي احنا هنعملها دي دلوقتي، الطريقه اللي احنا هنعملها دي دلوقتي ايه؟ انا عارف ان دي ريزيستنس ار اس بي انبوت بي نيجاتيف بي 1 صح؟ وعارف ان في ريزيستنس اسمها ار اس هنا، وعارف ان في ريزيستنس اسمها 1 لنيجاتيف اي 1 صح؟ في اي مشكله ده الانتجريتور؟ انا سميت ده بي 1
ليه؟ المفروض الانتجريشن ده مش في واحد، لسه في جزء ده هيتجمع عليه. حجم الجزء ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي الناتج ده بتاع الانتجريشن ده المفروض يتجمع عليه دي اوتبوت مضروب في دي على سي. خلينا بص، لو انا حطيت كباستور هنا، لو انا جيت حطيت كباستور هنا الجيم كام؟ شلت كل الريزستنس دي، الجيم كام هنا؟ هيكون انهي سي على سي؟ هو الامبيدنس اللي هنا على الامبيدنس اللي هنا، الامبيدنس اللي هنا واحد على اس سي والامبيدنس اللي هنا واحد على اس سي، هيطلع لي سي على سي 1 مش هي دي؟ واضح كده؟ ايه دي سي على سي 1 طلعت هنا. طيب ده سي على سي 1 قدرت اطلعها ومحتاج هنا ايه؟ بي اوت. طيب محتاج نيجاتيف سي على سي 1 في بي 1، يبقى هعمل ايه؟ من بي 1 هاخد كاباستور انتو سي ترنمه التاني. تاني مشكلة؟ تاني مشكلة لو بعد ما عملنا امبلمنتيشن سنجل وبام بس الكاباستور الواحد دلوقتي، الكاباستور الواحد في النود دي عوضت عنده كام كاباستور؟ في النود دي عوض عنده كام كباستور؟ باثنين صح؟ الكباستور اللي هنا ده والكباستور اللي هنا ده. طيب لو رحت عند النود عند الاندكتور، الاندكتور بتفرق معاك الكباستور ده؟ انا بعمل كي بي ام عند الاندكتور، فالفولت اللي عند الاندكتور هو بي 1 ناقص بي اوت والاي اللي فيه ماشي اي 1. يبقى الاندكتور مش هيفرق معاه السيريز كباستور ده او البارل ريزونانس كباستور ده. لو جينا عند النود دي ايه اللي هيحصل؟ نفس الكلام. النود دي نفس الكلام بتاع السي هيحصل. يبقى احتاج كام سي عشان اعملها؟ 2 سي. يبقى الفلوتنج كاباستور ده احتاجت ليه في التكنيك اللي انا بعمله ده احتاجت كام سي عشان اعرف انت؟ 4. احتاجت 4 سي. وصلت الفكره؟ واضحه يا شباب؟ وقت دلوقتي ازاي عملنا امبلمنتيشن لسي على سي اللي هي اللي طلعت في الكي سي ال ايكويشن ديت؟ عملناها زي كده؟ في اي مشكله؟ بعد ما عملنا المساله، لو الدكتور قال لنا بعد ما عملت المساله خالص، بعد ما خلصنا المساله خالص، الدكتور قال لنا حطوا كباستور، يعني بعد ما خلصنا المساله هو قال لنا حطوا كباستور هنا. هنضطر نشيل المساله من اول تاني ولا هنيجي على كل كي سي ال ايكويشن؟ وندور على التيرم ده، ندور على التيرم بتاع الكارت اللي جاي كباستور. هندور على الترم ده ونحط الكباستور بس. كباستور هنا، كباستور هنا. مش هنعيد المسألة من أول تاني يعني. كيف هي الإيكويشن تفضل زي ما هي؟ لا، اثنين ده أول واحد صح؟ اثنين أول واحد عند النود دي. يعني النود دي شبهها بالظبط. فالنود دي شبهها بالظبط هتيجي سي على سي برضه هتيجي على اثنين كباستور كمان، فاحتاج أربعة كباستور. فطبعا احتاجت أربعة كباستور تبقى دي مشكلة ولا مش مشكلة؟ مشكلة. يبقى عشان اخلي الفلتر ده يمبلمنت فلوتنج كاباستور ده اكسبنسيف ولا مش اكسبنسيف؟ ده اكسبنسيف جدا صح؟ الكاباستور الواحد احتاج اربع اضعاف قيمته عشان يمبلمنت الفلتر. فده الريلايزيشن ده ما بيبقاش كويس في التايبس دي من الفلتر، لان التايبس محتاجه نوتش. طيب لو انا عاوز اعمل باد باس فلتر، انا عندي سيريز وعندي بارل صح؟ والبرزنتيشن بالطريقه ده فيري اكسبنسيف خالص، ده هو من لوحده جاي نفس ما نمبر اوف بامبس، يعني جاي اكبر عدد بامبس ممكن تستخدمه. كمان يحط لي كباستور فوقيها ف فيري اكسبنسيف قوي، فالسنسيتيفيتي والبرزنتيشن سنسيتيفيتي بتساعدني لو انا فلتر ما فيهوش المنظر ده، لو انا هاي باس فلتر ولا باس فلتر. طب لو انا بعد ما عملت امبلمنتيشن الدكتور قال لي بنفس الامبلمنتيشن ده حول اللو باس فلتر بتاعك لهاي باس فلتر، هعمل ايه؟ من اول خالص التفكير المنطقي ان انا ارجع للمساله من الاول وبدل ال والسي صح؟ هبدل ال والسي يعني اروح ده هعيد المساله من الاول تاني خالص. طيب هي حكايه ان انا احول من لو باس فلتر لهاي باس فلتر، مش انا برضه حضر كل ريزيستنس هنا بدل ما هي في اس، بدل ما هي ريزيستنس لوحدها ممكن اشيل اي اس واحط مكانها ايه؟ واحد على اس، او اضرب كل الامبيدنسز اللي هنا واحدة ليس أو اس. فالريزيستنس حولها كباستور والكباستور حولها ريزيستنس. هبدل بينهم هما الاثنين. بدلت بينهم هما الاثنين هحول المنظر ده لديفرنشيتنج. ده اللي انتوا درستوه. ديفرنشيتنج.
الديفرنشيال معناها ان انا عملت ايه؟ مش انا ما بدلت بدلت الكي بي ال ايكويشن بكي سي ال ايكويشن؟ يعني كان انا كنت بامبلمنت ديريفيتيف ماشي ال في كل قيم اللي هي زي نورمالايز كده زي نورمالايز زي ما هي هتشيل الار تحط مكانها سي نفس القيم تشيل السي تحط مكانها ار نفس القيم كل سي ار وكل ار بس واضح كده يا شباب ده بالنسبه للشيت بقى الشيت في الجزء ده الميتريكس والميتانس والترانسميشن ماتريكس اللي هي الايه
خدت الكلام ده في الويب صح؟ شباب ما حدش بيرد ليه؟ خدتوها مع دكتور عفاف؟ فاكرين يا شباب في حاجه اسمها ترانسميشن ماتريكس؟ ترانسميشن ماتريكس دي اللي هي كانت ايه؟ ميزتها ان انا لما بضرب حاجات تسكيل مع بعض بيطلع لي الكورب اللي انا عايزه. بيقول لك ترانسميشن ماتريكس. طيب خلينا نشوف كده ايه النظام على الترانسميشن ماتريكس. لو عندي تو بورد نتورك لواحد على زد الارقام اللي هنا هتكون بكام؟ لو انا عدل بالزد لواحد على زد مين اللي هيكون بصفار هنا؟ يعني خلينا نشوف كيس واحد ان ال A12 بتساوي A22 بتساوي 0 وال A11 A1 وال A12 وال A21 ما بيساووش 0. لو انا عندي حاجه الكونديشن ده شكل الامبلمنتيشن الكونديشن ده يبقى الامبيدنس الاوفر اول امبيدنس تطلع لي بكام؟ بالزد انبوت الزد انبوت هتساوي A11 على A21 مضروبه في 1 على الزد انبوت. يبقى كده لو قدرت يبقى انا كده لو قدرت اعمل نتورك تديني ترانسميشن ماتريكس يكون فيها A11 و A22 ب 0 حاضر اعمل ايه في الامبيدنس؟ حاضر اقلده صح؟ طيب حاجه ثانيه لو انا عاوز اغير في الامبيدنس بدل ما هي امبيدنس بوزيتيف اخليها امبيدنس نيجاتيف اغير الساين بتاع الامبيدنس هنا اقدر اغير اقلب الامبيدنس ده بيسموه جنرال امبيدنس انفرتر. مسكت الامبيدنس قلبتها صح؟ مسكت الامبيدنس قلبتها واديتها سكيل ل A12 على A21. طيب لو عكسنا لو خلينا الامبيدنس سيبناها زي ما هي بس ضربناها ل A11 على A22 يبقى انا كده كاني عملت ايه في الامبيدنس؟ ضربت لها فانكشن ما هي A11 و A22 ممكن تكون فانكشن F وS يبقى كاني ضربت الامبيدنس بتاعتي في اف اس. يبقى لو انا عندي ريزيستنس هنا حطيت ريزيستنس مش امبيدنس حطيت ريزيستنس يبقى الحركه الثانيه ديت اللي انا هخلي A12 تساوي A21 تساوي 0 والثانيين ما بيساووش 0 يبقى زد انبوت هتساوي A11 زد ان على A21 زد ايه؟ هي ممكن تكون فانكشن بيس صح؟ يبقى ممكن اعمل سكيلينج للامبيدنس لو انا عندي ريزيستنس احولها لكباستور او احولها لاندكتور صح؟ طيب ده كله بالتو بورد نتورك. اما اشتغلنا ترانسميشن ماتريكس عاوزين نلمنت بقى الفكره دي عاوزين نلمنت ان انا اقدر اعمل ترانسميشن ماتريكس تقلب لي الامبيدنس او تغير لي هعملها ازاي؟ في حاجه اسمها جيريتور. الجيريتور ده هو عباره عن امبيدنس انفرتر بيقلب الامبيدنس. يعني لو انا عندي كاباستور وصلته على الجيريتور هيطلع لي ايه؟ كويل. عندي كويل وصلته على الجيريتور هيطلع لي امبيدنس. هيطلع لي كاباستور. A11 و A21 ترانسميشن ماتريكس بتاعت الجيريتور ده
صح؟ طيب لو انا عاوز اقلب بدون ما اعمل سكيل اقلب الامبيدنس ده بدون ما اعمل سكيل او اقلب الامبيدنس واعمل سكيل هو شكل الجيريتور دلوقتي هنا دي الكرنت علاقته بكرنت صح؟ كرنت علاقته بفولتج ده اول حاجه يبقى هنا اليونت بتاعت ديت ادمتنس ولا ريزيستنس ولا امبيدنس كرنت بيساوي رقم مضروب في الفولتج يبقى ديت ادمتنس صح؟ لاس اون لاينز انا مش عارف الساين بتاعتها ايا كان الساين بتاعتها شكلها عامل ازاي طيب لو قلبنا الناحيه الثانيه علاقه فولتج بكرنت يبقى امبيدنس انت فهمت حكايه الترانسميشن ماتريكس لما يكون عندي ترانسميشن ماتريكس زي كده ازاي اغير في الامبيدنس اخلي الامبيدنس بدل ما هي زد انبوت بزد لو تبقى بواحد على زد لو فهمت الحكايه دي صح؟ كل اللي احنا بنعمله بنشوف هحتاج الترانسميشن ماتريكس شكلها عامل ازاي عشان تعمل الامبيدنس ده اسمه جيريتور هو اللي بيمسك الامبيدنس اللي لو حطيته كباستور هشوفه من الناحيه الثانيه عباره عن ايه؟ واحد على كباستور اللي هو الباب مضروب في السكيل اللي موجود هنا هنا بلس ماينس واحد على جي 1 واحد على جي اللي هي امبيدنس اللي هي علاقه فولت وكارنت طيب لو جينا نبص على الشكل ده لو ضربته في امبيدنس في كويل في كباستور في ترانسميشن ماتريكس بتاع الكباستور المفروض يطلع لي ايه؟ كباستور اندكتور الدكتور ضرب معاكم المحاضره الضربيه دي اللي هو طلع الترانسميشن ماتريكس بتاع الكباستور في واحد وفي اثنين اللي هي واحد كله وكرم الاولاني بيساوي كرم الثاني طلعوا ترانسميشن ماتريكس لو ضربتوها في المنظر ده هيطلع لكم نفس الترانسميشن ماتريكس بتاعت اندكتور قيمته عباره عن سي مقسومه ولا مضروب جي 1 على جي 2 مقسومه بس تجربوها كده الترانسميشن ماتريكس بتاع الكباستور الفولت بيساوي الفولت والكرنت الفولت بيساوي الفولت ده اول حاجه بس الكرنت ليه علاقه بالفولت الكرنت بيساوي الكرنت على الفولت الكرنت بيساوي الكرنت زي الكرنت يعني الكرنت بيساوي الفولت بيساوي الكرنت بيساوي حاجه زي اضرب الاثنين دول في بعض يطلعوا طيب ماشي ده عمل لي امبلمنتيشن دلوقتي الشكل عامل ازاي؟ انا عملت امبلمنتيشن بتاع جايريتو ده لو انا حطيت كباستور هنا هشوف من هنا زد انبوت عباره عن كويل صح؟ لو حطيت كباستور الناحيه دي هيطلع لي في الناحيه الثانيه امبيدنس بتاع كويل طب امبيدنس بتاع كويل دي لجراوند ولا فلوتنج؟ يعني الكويل كويل اللي طلع لي ده اللي هو المنظر اللي هنا ده طلع لي كويل كده بين في واحد وفي اثنين ولا طلع لي كويل كده تحت ايه يا شباب؟ هو كل اللي طلع لي دلوقتي ان انا بشوف الامبيدنس من هنا شكلها عامله ازاي بالنسبه لفي واحد طلع لي الكويل لو جبت الترانسفير الامبيدنس بتاعته الترانسميشن ماتريكس بتاعته هلاقيها عباره عن كويل جراند مش فلوتنج كويل فدلوقتي انا لو عاوز اعمل امبلمنتيشن للفلوتنج كويل بس ده كويل جراند هقدر اعمل امبلمنتيشن للجلوبال فلتر احنا لسه عاملينه ده اللي هو كان كده؟ لا مش عارف اقدر اعمل امبلمنتيشن لحاجه بالمنظر ده؟ دي اول حاجه ما اقدرش اعملها امبلمنتيشن اقدر اعمل امبلمنتيشن لهاي باس فلتر هاي باس فلتر ده لو باس فلتر صح؟ اقدر اعمل امبلمنتيشن لهاي باس فلتر هاي باس فلتر هو عباره عن اثنين اندكتورز بالجراوند صح؟ يبقى الهاي باس فلتر اقدر اعمله انما لو باس فلتر ما اقدرش اعمله صح؟ طيب انا عاوز اعمل حاجه ابص لها من ناحيه الاقي اندكتور وابص لها من ناحيه اعمل الاقي اندكتور يبقى ممكن اعمل ايه؟ هنشوف زي ميدو ده بيمنتو ازاي دلوقتي بس لو حطيت هنا جايبته كمان
تحسبوا الترانسميشن ماتريكس بتاعته في كونديشنز على الامبيدنس اللي انت شايفها من هنا والامبيدنس اللي انت شايفها من هنا. بس تو ذا فيرست اوردر ابروكسيميشن ان انا هلاقي فلوتنج اندكتور من ناحيتين، هلاقي اندكتور واصل بالفيلد هنا واندكتور واصل بالفيلد هنا. فهيطلع لي امبلمنتيشن ترانسميشن ماتريكس النهائيه، هيطلع لي امبلمنتيشن فلوتنج اندكتور ما بين في واحد وفي اثنين اللي هنا. طيب يبقى دلوقتي بمجرد الرسم كده لو انا عاوز اعمل امبلمنتيشن للفلتر ده هشيل الكويل واحط مكانه شكل عامل ازاي؟ اثنين تو بوت ميكرز. هشيل الكويل واحط مكانه جيريتور واصل كباستور جيريتور كمان واصل هنا، يبقى انا شلت الكويل وحطيت مكانه اثنين جيريتور صح؟ يبقى جه قال لي طلع لي النمبر اوف جيريتورز اللي انا محتاجها عشان اشيل كويل بالمنظر ده، محتاج كام جيريتور؟ فلوتنج كويل؟ محتاج تو جيريتورز. بالنسبه للشنط كويل محتاج كام جيريتور عشان اشيله؟ واحد بس. جيريتور واحد بس. طيب ماشي. خلينا نشوف طريقه الامبلمنتيشن بتاعت الجيريتور ده والامبيدنس ترانسفورميشن ده. ونشوف هنحل المسائل دي ازاي يعني. شباب بس عشان يكون واضح الليف فروج اللي احنا كنا لسه واخدينه في اول السكشن اللي بالمديشن بتاعه هو شغالين كي سي ال وكي بي ال وبدون تفكير خالص. كي سي ال دي كويشن بسيطه وكي بي ال كويشن بسيطه والامبلمنتيشن بتاعه محفوظ سيستماتيك خالص. بالنسبه للجزء بتاع الجيريتورز الدكتور ممكن يجيب لكم مساله مش محتوش زيها قبل كده، كل الفكره ان انتم تحلوها بنفس اللي انتوا كنتوا بتحلوا بيه الترم الاولاني. هنشوف مساله مثلا الموجوده في المحاضره دي، عندنا نشوف المسائل اللي موجوده في الشيء هو
هو في واحد على الارض مضروب في 2 اكتر يبقى بي اكس بتساوي ايه؟ 2 بي 1 صح؟ طيب بي اكس بتساوي 2 بي 1 يبقى انا جبت قيمة بي اكس دلوقتي دي بتساوي 2 بي 1 اقدر اجيب الكارت اللي ماشي في الارض ديت الكارت اللي ماشي هنا هيكون كام؟ دي 1 على الارض مش هنا دي 2 بي 1 وهنا دي 1 لو ضربت الاثنين مع بعض يبقى 2 دي 1 ما هو دي 1 على الارض اللي هي دي 1 على الارض الكارت اللي ماشي هنا ده جاي لي بوت الكارت اللي ماشي ده ماشي في الكباستور صح؟ يبقى هيعمل لي فولتج دروب على الكباستور قيمته كام؟ هيعمل لي فولتج دروب على الكباستور قيمته بي 1 على ار ده الكارت اللي ماشي مضروبه ب 1 على اس سي يبقى بي 1 على اس سي ار مظبوط؟ يبقى بي واي بتساوي ايه دلوقتي؟ بتساوي بي 1 زائد بي 1 على اس سي ار يبقى بي واي بتساوي بي 1 زائد بي 1 واحد على اس سي اه دي البي واي الكارنت انبوت ده بيساوي ايه؟ يعني ايه؟ انا شايف هنا جبت الكارنت اللي ماشي هنا جبت البولت ده زائد الكارنت اللي ماشي هنا يبقى ده 2 بي 1 2 بي 1 الكارنت اللي ماشي في الريزستنس دي ونفس الكارنت اللي ماشي في الكباسيتور يبقى جبت قيمة الكارنت ماشي في الريزستنس مشيت الكارنت ماشي في الكباستور جبت قيمة الفولت اللي على الكباستور قيمة الفولت اللي على الكباستور ضفت عليه الفولت الفولت ده طلع لي بي واي بي واي دلوقتي انا جبتها اقدر اعوض بيها هنا اقدر اعوض بيها هنا هيطلع لي في الاخر اوفر اول امبيدنس زد انبوت بتساوي اس سي ار سكوير حد يعرف نوع الجايزه ده ايه؟ انا حطيت الكباستور ده قلب لي الامبيدنس بتاعتي وضربها في جي 1 جي 2 صح؟ ضربها في ار سكوير عملت اندكتور دلوقتي ولا ما عملتش اندكتور؟ عملت اندكتور في مشكله في الاندكتور ده انا بقى بسميت ان هو اندكتور ولا هو طلع لي فعلا الكارنت اللي ماشي هنا ده اندكتور؟ الكارنت اللي ماشي في البرانش ده طلع اندكتور صح؟ لو جينا نعكس الزد انبوت هنلاقيها طالعه بالمنظر ده. طيب مسألة تانية لو عاوزين نشوف طريقة تانية للجايريتورز في حاجة تانية يا شباب في الطريقتين ممكن الدكتور يسأل بيهم في الجزئية دي. الطريقة الأولانية إن هو يجيب لك رسمة ال و سي كتير كده حاجات ال سي كتير في الآخر يقول لك شيل اللات كلها وحط الجايريتور المناسب. هتحط جايريتور المناسب اللي هي زي الرسمة دي. هتقول لك هشيل ال دي وأحط اثنين جايريتور في المنظر ده. وهشيل ال شنط وأحط جايريتور واحد. فدي امبلمنتيشن. لسه ما شفناهاش الامبيدنس ده الامبيدنس انفرتر ما شفناش الامبيدنس كونفرتر ده لو بيغير بيعمل سكيل للامبيدنس ده كل اللي احنا شفناه دلوقتي جايريتورز هنشوف حاجه ثانيه غير الجايريتورز الاول بس خلينا نبص على الطيب بتاع الجايريتور هو معلش هناخد ربع ساعه زياده عن السكشن عشان الدور سكشنين في بعض الطريقه الثانيه للجايريتورز بس عشان ما حدش يشوف المساله ديت بيقول لي جيب الزد
هيبوت هنا. يا شباب حد عنده اي اقتراحات نحل مسألة زي دي ازاي؟ حط السورس تيست سورس. هحط تيست سورس بس بعد ما احط تيست سورس احط هنا مثلا تيست سورس اسمه بي بات. ساعتها ممكن نعمل ايه؟ نستغل الموضوع اللوبام. اللوبام بيخلي الفولتج دي كلها مساوية لبعض. فهنا هيكون بي واحد وهنا هيكون بي واحد. وانزل ان انا وصلت للنقطة ديت في كارنت ماشي هنا غير بتاع بي واحد؟ يبقى الكارنت اللي ماشي هنا بي واحد اه صح؟ بي واحد على الار اللي هنا ده كارنت ماشي في الجزء ده. هيتجمع على الكباستور هيديني الفولت بتاع النقطة دي. صح؟ الفولت بتاع النقطة دي وانا عندي الفولت بتاع النقطة دي اقدر اجيب الكارنت اللي ماشي هنا. الكارنت اللي ماشي هنا هو نفس الكارنت اللي ماشي هنا. صح؟ يبقى جبت الفولت بتاع النقطة دي؟ يبقى اقدر اجيب الكارنت اللي ماشي هنا. اللي هو هنا اسمه على صح؟ يبقى كل الفكرة ان انا بمشي بالنودز بتاعتي احط كل النيبلز اريبل كل النودز اللي عندي اوصل لحد نقطة فيها فولت اقدر اديفاين الكارنت اللي ماشي فيه امبيدنس اقدر اديفاين الكارنت اللي ماشي فيها وامشي لحد الاوت. همشي في الامبلمنتيشن ده هلاقي ان الامبلمنتيشن الطريقة ديت في الامبلمنتيشن برضه بتعمل لي اندكتور الاندكتور قيمته اس سي ار الفاليو بتاعته. طيب ماشي ده الجنرال امبيدنس كونفرتر اللي احنا شفنا الامبيدنس بتعملها انفرشن. طيب الجنرال امبيدنس كونفرتر اللي بيغير التايب بتاع الامبيدنس ايه؟ لا الدكتور لا مش لا هو بيطلع لك بيديك الامبلمنتيشن وانت تعوض وتشوف الفاليو بتاعته شو بيعمل في كذا تكنيك يعني. طيب يا شباب ده اللي احنا شفناه لحد دلوقتي الجنرال امبيدنس انفرتر اللي هو الامبيدنس عندي كان كباستور قلبه بقى كويل. طلعوا لي اعمل جنرال امبيدنس كونفرتر خلينا نبص على كيس زي كده. طيب يا شباب يا ريت نركز دلوقتي يا شباب انا عندي الامبلمنتيشن بالطريقه دي. انا دلوقتي عاوز اعمل اشيل الكويل ده واحط مكانه ايه؟ احط اثنين جنريتورز عشان اعمل الكويل ده صح؟ يبقى هعمل اثنين جنريتورز عشان امبلمنت الكويل ده. طيب في طريقه ثانيه في واحد قال احنا ممكن نعمل سكيلنج للامبيدنس بتاعتنا بدون ما نغير البرانش فانكشن. نعمل سكيلنج ازاي؟ لو قسمنا كل الامبيدنس اللي هنا على اس على اس بقى ده كباستور. لو قسمنا دي على اس بقى دي ايه؟ ريزيستنس. لو قسمنا دي على اس هيطلع كومبوننت عجيبه كده كومبوننت جديده اسمها فريكونسي ديبندنت نيجاتيف ريزيستنس اللي هي الامبيدنس بتاعتنا واحد على اس سكوير سي واحد على اس سكوير سي دي. هل انا اقدر اعملها امبلمنتيشن؟ اقدر اعملها امبلمنتيشن الجنرال امبيدنس كونفرتر. الجنرال امبيدنس كونفرتر ايه؟ ادخله كباستور واخلي الاس الاس بتاعته كام؟ واحد على اس باس او واحد على اس. ما هو كباستور في واحد على اس هضربه في اس هيطلع واحد على اس سكوير. ففي تكنيكس ممكن تشوفوا بيها ازاي تعملوا الامبلمنتيشن بتاعتها بس كل اللي احنا عارفينه كل اللي احنا المفروض نعرفه يعني بيحط لي دوت ويحط لي اسم رقم هنا دوت ورقم هنا معناها ان كل الامبيدنس اللي جايه هتضرب في الاس. لو العكس يبقى كل الامبيدنس اللي جايه هتقسم على اس. طيب لو انا عاوز اعمل فلتر بالمنظر ده خلينا نشوف الاكزامبل الموجود بيقول لي استخدم الجنرال امبيدنس كونفرتر والجيريتور عشان تمبلمنت الشكل ده. انا ممكن امبلمنت الشكل ده بايه؟ لو قال لي استخدم جيريتور جنرال امبيدنس انفرتر هستخدم اثنين جيريتور هنا صح؟ بس هو قال لي استخدم جنرال امبيدنس انفرتر مش جيريتور.
جنرال هيز كونفرتر مش رايفل مش الانفرتر بتاع الرايفل. يبقى المفروض اعمل ايه؟ يا اما احرف في اس يا اما اسمع على اس. لو انا هنا في البدايه اسمع على اس في الشكل العام ده اخدت الاس كومن فاكتور مثلا في المنظر ده. خلينا نبص على الاندكتور ده، انا عاوز اخلي الاندكتور ده ريزيستنس، يبقى المفروض اعمل فيه ايه؟ اقسمه على اس. طيب هي مش دي المساله الموجوده لسه. خلينا نقول مثلا لو قسمت كل الكومبوننت اللي هي على اس هيبقى دي فيموس سلندر نيجاتيف ريزيستنس ودي ريزيستنس وده كباستور. يبقى هحط هنا شكله عامل ازاي؟ اس. طيب وبعد كده عاوز ارجع الاس اللي انا قسمت عليه ده. بس هي المساله دي مش موضحه شويه عشان الكباستور ما شالش الفكره الكونست معايا، بس ممكن لو حاجه شبه كده برضو لو قسمت على اس وضربت اس اقدر اشيل دي واحط مكان الريزستنس واشيل دي واحط مكان الريزستنس واشيل دي واحط مكان النيجاتيف امبيدنس الفريكوست ديبندنت نيجاتيف امبيدنس. بعد كده ببص على انا عاوز اشيل الاندكتور مش عاوز يكون فيه اندكتور. ماشي. بس انت لو شلت اس من الكويل هيتحول لريزيستنس صح؟ تقدر تمبريمنت ريزيستنس صح؟ لو شلت اس من الكباستور بس انت عارف اس هيطلع لك ايه؟ فريكونسي ديبندنت نيجاتيف ريزيستنس. فريكونسي ديبندنت نيجاتيف ريزيستنس دي تقدر تعملها امبريمنتيشن باكتف ايمنت موجوده في الشيت يعني. ازاي قصدك ده؟ ده ازاي هعمله؟ لا يعني انا حطيت اس هنا دلوقتي وبعدين حطيت اس بعدين. انا عاوز اخلي ده شايفه نفس اللي فات واللي هنا شايف نفس اللي فات صح؟ اللي هنا هيشوف ايه؟ هيشوف اس موضوع في ريزيستنس وكباستور ونيجاتيف امبيدنس يعني شوف ال وسي. واللي هنا هيشوف كان فيه هنا ال وسي بس الاس دي هتيجي هنا هتتشال هتطير مع الاس الثاني فيبقى كان النتورك دي كلها ايكويفالنت اللي كانت فاتت. انا كاني ضغطت في اس وقسمت على اس. في اي مشكله في كده؟ في الشي هتلاقوا في اكزامبلز للامبلمنتيشن برضه نفس الحكايه هي اثبت ان ده اندكتور واثبت ان ده كباستور بس ده نيجاتيف امبيدنس كونفرتر وكونفرتر نيجاتيف امبيدنس فريكونسي ديبندنت نيجاتيف ريزيستنس. اكزامبلز موجوده بالاو ام برضه هتمشي نفس الكيسز هي نفس الافكار تشوفوا كارنت ماشي وتعوضوا فيه بس كده. هو ده ال